عليكم، مساء العافية والسعادة، أتمنى لكم إفطار شهي ويوم جميل. وما تبقى من اليوم، مش قد بقالنا، إيه بقالنا يا بقاني. اليوم مكسور قلبي لأنه العاملة اللي عندي عقدها، فاضطريت أرجعها للمكتب. طبعا جاي المكان، كلكم راح تسألوني وين، وكلكم راح تسألوني الريد، كلكم راح تسألوني إيش قد الأسعار والتفاصيل. حطلع أصوركم مجموعة مساعدات من الطراز الأول، آسيويات وأفارقة، وحدة كل الثانية أني أحسن. فأني تخيلوا بين هذا الجايس كله راويتكم إياه دخلت المن آخذ. المهم حظي أنا نقيت لي وحدة، فحتى ما أدوقكم هواية وما ظلون تسألوني أيضا هواية، حاحط لكم هسه عنوان الشركة وتفاصيلها، وأصور لكم برا العاملات اللي موجودات برا، وأي سؤال أي استفسار أي شيء تحتاج. شكو الحبة طالعت لها، شكو خاطر الله. المهم عفوها تجاهلوها، أكيد أبو الشركة ما راح يقصر، راح أوصيه وقول له هلا هلا بمتابعيني ذولا سنافري وكيكاتي وأموت عليهم، فأكيد راح أوصيه عليه. هسه اطلع اصور لكم الجروب الحلو اللي موجود برا، عندكم تشبع والله الكريم، يمكن تردوهم كلهم. شركه استماح اللي موجوده بالجادريه، حج عامر صح؟ ايوه نعم، حج عامر العامري اكيد ما راح يقصر وياكم. وطبعا اي اشكال او اي عدم اتفاق مسار ويا المساعده من حقكم اكيد ان تستبدلوها، والحكي اخذ وعطى. فاكو مرونه، اكو مرونه، مو عندكم ها حد ثلاث مرات أربعة هاي ماكو برا خلص، هاي هسه اطلع في دوي قلبك، بس اريدك تدللهم دلال دول عينك ما تقصر. هسه اطلع اصور لكم البنات وتعالوا ان شاء الله تتوفقون يا رب. شلون لوز وجوز سحيدة صح حلوين يا الله. طبعا بدي احكي لبناني لان اغلبهم مشتغلات بلبنان، وما شاء الله الاسيويات مكتسحات هذا المكتب، يعني بعد لحد يقول ماكو اسيويات بالعراق، ما شاء الله وجبه جديده ويخاف الله ضحكي. هاي والله وحده احلى من الثانيه وربي زين. انا شلون حعرف يعني، ما ادري اني محتاره، بس اخذت وحده ان شاء الله يطلع تمام. هاي جايز باعش حالاتهم. هاي حلوين والله، ما ادري اني محتاره، بس اخذت وحده ان شاء الله يطلع تمام. هاي جايز باعش حالاتهم. هاي حلوين والله،